حد يقول لي لصناع الشوب ان انا جاهز عشان هو قال لي انا عايز اعملك مش عارف ايه. يا استاذ جاهز؟ اه حبيبي. طيب احنا هناخد ماشي ناخد ما انا حافظه وبعدين اللي بعديه بعدين. ميرسي يا تمور. اوكي يا استاذ. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك. اهلا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. انت حسين ابن عم مهران؟ لا يا فندم، ده انا بس كنت معدي فقلت اسلم على حضرتك. انت واضح انك ليك في الفن، بترسم بتعزف؟ لا حكايه الفن انا ليه في التمثيل. يا سلام والله العظيم. يعني بتحب التمثيل يعني؟ جدا جدا. شكلك فعلا ممكن تبقى في يوم من الايام. طب ليه ما خدتش معهد مثلا في مسرحيه او سينما او اهو بحاول. تحب تبقى بطل فقره نار ضحك يكسر الدنيا؟ يا ريت والله. ايه ده؟ ده حبر. انا عارف انه حبر بس ليه يعني؟ مش فاهم. انا عملت حاجه غلط يعني؟ حضرتك شايف غير كده؟ لا انت صح، بس عد طيب من 1 ل 10 وتشوف ده يحصل فيه ايه. من 1 ل 10؟ اه. يعني حضرتك تبقى واصل القميص. لا عد 1 دم 2 دم 3 دم كده بس. غلطتي. 1 دم 2 دم 3 دم 4 دم 5 دم 6 دم 7 دم 8 دم 9 غريبة قوي. شفت؟ شفت؟ سحر. عشان لما اقول لك على حاجة، اصل انت ايه افتكرتني ان انا ببوظ لك قميصك. هي اللعبة كده، هي اللعبة ببساطة وبلطافة. واللي شاور لك عليه تروح مناوله. اديك القلم، اتفضل. القلم ده بالجلدة اللي تحت دي هتدوس عليه هيطلع كل الحبر في قميص اللي قدامك. اوكي؟ اوكي. اتفضل عند شجرة؟ اتفضل. طبعا القلم اللي انا اديتهوله الحبر بتاعه مش هيطلع ابدا. كابتن. نعم. ايه ده؟ ايه ده؟ انت جننت يا ابني انت؟ ما تقلقش حضرتك، هو دلوقتي هتختفي حالا. مالهاش ايه؟ هتختفي حالا صدقني. ايه مجنون انت ده؟ صدقيني يا فندم هتختفي إيه حالا. ايه اللي انت عملته ده؟ يا خرابي. يا إيه فندم صدقيني هتختفي ده حالا. ده حبر. طب انا ورايا مشوار اروح دلوقتي ازاي؟ اروح كده ازاي دلوقتي؟ هتروح المشوار بس عد لحد 10. هيروح؟ هيروح. 1 2 3 4. حضرتك بتستعجل قوي. مستعجل؟ اه. بص على زي اللي ما حصل معايا. قول 1 دم 2 دم. ايه؟ دم 3 دم. ايه ايه قول كده بس. انت مجنون يا ابني؟ لا انا مجنون ولا حاجه والله. بتهزر؟ تعالى ادي الاسم. ايه ده؟ انت بقالك 3 4 ايام على الطريقه دي؟ بس ببص من فوق على السطح كده، ببقى التلسكوب بتاع حسام ابن 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 ابني وبتفرج، لاقياك ماسك طوبه وتضرب الناس على قرنها او حبر وتطلقه. ليه يا ستي؟ والله انا اول مره اعدي من الشارع ده والله. ابني فؤاد جه. تعالى يا ابني هنا. تعالى يا فؤاد. في ايه يا ماما؟ شاور يا فؤاد، الولد ده مسك قلم الحبر وراح بزقه كده على القميص بتاع فرغلي. بتعمل كده ليه؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده، والله زي ما بقول لك كده، انا ما بكدبش في حاجه. انا هكدب ليه ولا هعمل كده ليه؟ ايه الراجل ده؟ قميصه ده اللي باظ، هيعمل فيه ايه؟ اعمل ايه حضرتك طيب؟ مش فاهم. 200 دولار. 200 دولار اه. او 200 يورو، بلاش دولار. يعني مين اللي قالك تعمل الليله دي بقى؟ والله العظيم استاذ ابراهيم نصر زي ما بقول لك. بس هو ما قالكش كده. يعني طب حضرتك ايش عرفك انه قال لي كده ولا مش كده؟ انا عارف